اتصال لاربع مناطق جغرافيه مختلفه. عندك قطاع غزه مغلق منذ عام 2005، لا يمكن لاي فلسطيني من الضفه او القدس او الداخل الفلسطيني ان يدخل اليه. نعم. عندك الداخل الفلسطيني اللي هو بين هلالين اسرائيل، لا يمكن الدخول لسكان الضفه الغربيه الى الخط الاخضر بين هلالين اسرائيل الا بالحصول على تصريح. نعم. الفلسطينيين القدس لا يمكن حتى الزواج. لا يمكن فلسطيني من الضفه ان يتزوج من قطاع غزه او من داخل 48 يتزوج. لا قرارات ولا قوانين ولا ممنوع ده ممنوع لانه لا يستطيعوا يعيشوا مع بعض. يعيشوا مع بعض. يعني الفلسطيني من القدس اذا تزوج سيدة من قطاع غزة لا يمكن ان يلتقوا الا خارج فلسطين. او اذا تزوج من داخل 48 وانجب يصبح العملية معقدة في كيفية الوصول والحصول على تصريح للعيش معا. ينتقل عندها من الصعب او هي تحضر الى عنده او تعيش معاه. نعم. في نفس البيت الا. نعم. بتصريح من سلطات الاحتلال الاسرائيلي. فالعملية تفرق تسد قائمة منذ النكبة عام 48 وتجددت بعد النكسة في 67 وتجددت بعد هذه الحكومة اليمينية المتطرفة في عام 2023. يعني لو انا النهاردة عايش في الضفة او في قدس الشرقية مش امن على نفسي ولا بيتي. لا يمكن. إيه؟ لا يوجد أمن لأنه في ظل هاي الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وهذا قانون الإسرائيلي الذي يميز به في المواطنة. أنت تعيش في 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 دولة تفرق بين سكانها. أنا كواقع تحت الاحتلال غير آمن على بيتي وعلى أولادي لأنه هذه السلطات تعتبرنا غير مواطنين. أنا مقيم ولست مواطن. أنا أعيش في القدس كمقيم في أرضي. أي لحظة أرضي. حضرتك بتقول لي أنا مقيم على أرضي. مش مواطن. مش مواطن. أنا مش مواطن إسرائيلي. أنا مواطن فلسطيني. أنا صاحب الأرض. أنا الواقع كده. تحت الاحتلال. بينما للاحتلال الإسرائيلي يرى في ذلك أنه حسب القانون 52 هم عادوا لما يسمى بعاصمتهم فوجدوا بعض الناس أعطوهم بطاقة عشان يتعرفوا عليهم لحين طردهم وإخراجهم منها. أي مقدسي بيحصل على أي جنسية أخرى خلال وجوده تسحب منه الهوية. أي مقدسي بيغيب أكثر من سنتين أو سنة مدة السيباسي أو مدة الترافل ديكيومنت تسحب هويته ويصبح غائب. هناك الآلاف من المقدسين اللي سحبت هويتهم ولا يستطيعوا الخروج. البناء يضيق على البناء. هناك حسب التصنيف الإسرائيلي هناك أكثر من 20,000 منزل في القدس الشرقية مقامة بدون موافقة بدون ترخيص من الاحتلال الإسرائيلي. ورصدوا ميزانية لهدم 20,000 بيت وليس لترخيصها. ميزانية بلدية الاحتلال 80% منها من المقدسيين. 400,000 مقدسي يدفعوا ما يسمى بالأرنونة واللي هي دفعة مسقوفات ولكنها مبالغ فيها. نحكي على $2,000 ل$3,000 في السنة بيدفعها المقدسي مقابل ايه؟ مقابل انه هو عايش في القدس للسكن. زائد عن هيك هناك الضرائب الباهظة. احنا نعيش في القدس وفق مقاييس فلسطينية. نعم. في ظل دخل اسرائيلي مرتفع 3 أضعاف المقدسي. ونعيش بمقاييس الفلسطينية اللي هي مستوى الدخل الفلسطيني $500 مستوى الدخل الإسرائيلي يتعدى $3,000.